اهلا وسهلا. ثمانية يا حازمي ماهيش حاجه تسعة. اخرى خاطر ما تنال مستانسه. 8:17 دقيقه، تحيه كبيره ليكم، سيسلنا رواحكم اللي شادين الطريق. والله برشا تبارك الله. اجين زوز في تونس والله. يظهر لي غالط. والله وحدها قدمت روحها بروحها قبل ما انا قدمت. على الاخر ما تقولش انا شكون. لا سامح اصلا. حتى نفوح. كمل. تبنيف لا حاجه هكا. تو انت منظر نتاع بنيف لا نورمال مو ما نعرفش انا طيب. شابي شابيه مالها ليلى الشابي مرحبا مراد الشابي بنيف معناها تولي انا نكتبك باسمي صحيح مثلا وندفع لك النفقه مثلا خلص عليه تاكسي هو ليه بالعكس هو موجود في القبابة تخلص عليه يا غلبة ترتاحوا منه وين اخذيته نورمال مو يعطيني قلت له ارتاحوا منه ولا قلت هيلو حلبتين ده راه مراك حلبتين ده حلبتين ده حلبتين ده مراك حلبتين ده جوي بيه غار من الانستغراموز ودنيا ايوا كلها اي تنرجعوا له نرجع قلت له انت انستغراموز اي لكن ماكش بوزوز الله غالب علي اسمعني انا راني شعروز مانيش ياسر شعروز الوحيد اللي غشوش الكيراتين لا اقوى حاجه قال لي شوف اليوم كيف جيت اي دخلنا بعضنا اي فرحانين اي سامحني عايشك اي تفضل هذه اول حصه والله اول حصه وانت اول ضيفه بربي والله وعليه تحبوا ترجعوا العبيد هكاك بموزيكا بربي قولها لها قولها لها بربي عليه يا امل راهو ثمانيه العبيد تبدا مازالت هكا كي تصرف بالاخبار اي تكمل عليها انت بالموزيكا هذه لا هي تحكي على الدخله الموسيقى حلوه كمل اكلي هي تجي تكلم في راجلها يقول لها ما عنديش ما فماش عشاء اليوم والله ما تمشيش ما بقى في حتى فرنك ما حسيتش روحك داخله بيت الرعب يا ولدي رعب عليه هكا امل اعمل لها دخله مزيانه جبربي كبيره ونفهم انا حط لي موسيقى اخرى هاي يا اختي بيها باش نسمعها بعد شوية تراويجة ما نجموش نكملوا الجو هذا الجو راهوجتنا شنو تدخل بيه راهوجتنا حتى كان التونسي مرهوج راهو كيدور حزامه ينسى همومه راهو الله الله ليلى عندنا شكون كان يدور في حزامه بكري شوية غير انت ما خلطتش عليه خلينا في الكواليس خليها في سطرة ربي وكا هو اي هي كلها دي عيك يقولوا معناها مراد بن نافله يدور مراد بن نافله ما يقدرش يعمل حاسيله اللي يحب يحط حاجة معناها هيك كبر على الكادر يا محمد نركح فيك الكادر يحرم عليكم والله محمد هذا على مراد الله عليه اقرب لي للميكرو مراد بن نافله محمد على مراد الله عليك بن نافله على مراد الله عليك بن نافله تجربه وفما ربي وثم ربي ليه وثم انا معك ريتو هو قديش هكاك المسمار ويدق تشعروا بركة يدوب هاك لا اقوى 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 حاجه لا مراد اليوم بالحق باش نقولها سامحني قال لي شفت اليوم كيف جيت كانه مش حاضر معناها ملاه قلت لك انا شعري ممشوط قال لي قلت له مراد انت ديما هكا شنو اللي جديد معناها الشعر وراه تنجم تعملوا كونتوار تصنع به ميده لا كونتوار تصنع تبوري شعري كان الحاجه الباه يطويل شويه ولا يا مراد تعمل منه مثلا بيت نوم فرش لا لا عاد شنو لا 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 نجم حكاكه مثلا بلانزا قريب اقوى حاجه احنا نتنمر عليه ونواصل معنا شعري انا مثلا كان عمره وما يتبلش سواتش راه نعرف على فكره يا ليلى هي فما لقطه انا نقص من عندي مخدس كيف كيما المنيق هذيك كيما المنيق هذوك اللي ما ياثرش فيهم الماء صحيت يا ليلى فما لقطه صارت لمراد راه في بالك بيريود التالي مراد مشى للحجام عمل كيراتين خرج من عند الحجام عرضه ولد حومته الموشر لا لا لحظه باش خلي كمل عندك حق قال له ولد حومته ليلى قال له ما احلاه شعرك اما كان عملت كيراتين خير هو ديجا عامل كيراتين ليه لزيت له شويه مراد والله لزيت له اللي هو جي اذيه ما تجيش حتى في المنام لكن هو تصور كيراتين هو تصور هذا هو ما احلاه
انا مويتيش عارف اسمعني بصراحه تخيلني انا عامل كيما كجميع كيراتين ومحجم من هنا وموقف هذيك كيما جماعه الرومين تخيل يلا المنظر المرعب لطف الموحش وتدخل مع الموزيكا نتاع امل حاجه اوريجينال كيما انت محلاك كل كيما انت فوالا كل واحد يكون كيما هو صحيت لوك انا يا راهو يحلم بجامله انت بطبيعتك لوك الحمد لله ما تحسوش هو الوحيد اللي بين عصر نمشي نصر مش نعمل لوك انت انا داخل العصر الجديد وش نروحوا انا عمري ما سمعت فلوسي مكتوبك هيا نجبد 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 ولا عيد نجبد ولا عيد لا والله ما تجبد والله ما تجبد لا ما نجبد والله ما نجبد بلغ 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 على راس ليلى الشاب اول مره راه فلوس خرجت من جيبي لا سكرنا هذا سكرنا انا وين ماشيين انا مراد انت زيدا اي اول مره نشوف حتى انت خلينا نعرف الشاشة اي نحبوا نستغل الوقت ليه ليه اللي الممثل عنده فلوس الفلوس الفلوس مش كان الممثل اليوم ليلى ما عندوش فلوس لا انا قلت لي عنده خديمة الممثل ما عندوش اكثر واحد يقلبوكم زيدا يقلبوكم برشا تمثلوا تتعبوا وراو القلبة وليت ليلى توا نحن عشناها برشا مرات انا مش عشتها انا وليت كنقول كيما تتقلبش تحسها غريبة في العلف على الباج نتاعي والله عيب عليك تفضح في الناس وهو كيقلبها سامحني والله عدني عدني باش ننطقها انت ليلى مقلوبه من اللي كنت مرت صالح النوالي من قمره سيدي المحروس مقلوب خالص خالص كل يوم هذيك لا يا حسره على العهد هذاك لا انا خدمت في العهد محليها العهد هذاك برشا احترام برشا قدر كل ديبارتمون عنده دنيته عنده الشيف ديبارتمون نتاعو وناس تحترم المخرج ودير تصوير والعالم وفلوسك يا ودي يجيك قداش يوجعك قلبك نرجعوا بالتوالي بعد ثوره نبيح الكلب على بعبوسه ولات برشا قلبه ولات برشا قله حياه ولات برشا حسيلو ما لي روبير تاعي قلبه وليت لاموزه ويتفخروا بها اللي ما يقلبش يحسها غريبه لا خلينا نحكيو في البوان ذي شويه باش نتعداو انت جديدك ودنيتك المشكل كونه منه فينا ناس تشجع في جماعه يستمصروا يجيب شويه فلوس يحب يعمل لك الحلقه زيرو ممثلين كيفنا ويدزوا معاه واسمعوا منتج راهو عنده الباك وكلوغ من بعد قول ما يتقلب هو واصحابه اللي جابوا ورحمة تمي اللي يحكي فيه الكل صحيح اخي ما عشتوش انا الشيء هذا واقع الممثل اليوم سامحني احنا ولينا نخدموا ونتقلبوا وراه وما تمشيلوش يا ليلى المشكل هاو كيفاش هاو كيفاش انا مره استدعاوني على اساس ستوني ميسيون نتاع كوجينا رمزه وين الحق ما عادش نحب نمشي الا ما يخلصوا من حقك من عهد نجيب الخطاب راه نقول فيه الله يرحمه وينه الله يرحمه التو التو نقول فيه من عهد نجيب بالتو حتى برشا ممثلين كانوا زد كيفاش تكلمت معنا ها عهد نجيب اي لا اول وحده انا قلت الكلام هذا ومن بعد جاء احمد لندوسي ومن بعد عجبني في معناها ولد بوشناق ومن بعد هذوك كيما دخلوا فيه جماعه انا نحكي من عهد نجيب الخطاب التو التو اليوم الناسي هذا اليوم الناسي هذا ناخذ بالخاطر نحضر من ميسيون بعد نقول له يا خويا خديت بخاطرك حضرت لك انا ستوب توا تخلصني ما كانش ما نجيكش ما نجيش هيا برا بكا الميسيون نتاع الكوشينه كلمتني واحده نحبها برشا تعاملت انا وياها معامله طيبه في مسلسل واحد قالت لي امان مدام خذ بخاطري شو اما بربي ما تلبسش حاجه مشكشكة برشا ايوه قلت لها مثال شو خاطر عطتني ولا تدلل وتتشرى سوفونير والكل ما يعرفونا احنا راهو عندنا الحن ودري شنو يلعبونا على الكوتي فوالا ويعرفونا نحن ونسخفوا لما نسخف علينا نحن والله العظيم اكثر ناس يسخف علينا هيا كي جيت نعمل في روشيرش النهار اللي انا ماشيه على الحصه نلقاها سو فورم دو سيت كوم وزملاء يخدموا وفي بالهم وما قالوا ليش هذا اللي سامحني ليلى كلمته متلوم الزملاء تعرف علاش لا اللوم عليهم ها باش نقول لك علاش هي توكي تستدعاك وتعرف اللي هي سو فورم سيت كوم وبالحلقات ودرج شنو يا خويا هي كمنجة ليه ها انا كي نعرف اللي هما ما يخلصوش خاطر هما ما يخلصوش لي زانفيتي دونور نورمالمون يجيبو هما ما يخلصوش هنا يا خويا نكلم صحابي نقول لهم يا حبيبي كان قالوا لكم اطلبوا كاشيره وما يخلصوش وهو سيت كوم فهمت ايوه داكوردو فسنية طلبت الو ما هزش لستو الو هز المراسيل لا ما هزش
كلمت الشوفير قلت له اطلب. هز هز هيبة. قلت له عدي هول. قلت له علي ما قلت ليش اللي هو سيدكا مين شاراوة؟ أما غزمان ما زلت ما خرجتش يعني في الطريق نتاع حلق الوادي. أي أي أي. كي قال لي هكا قلت والله ما تحشى. أنا مروحة دور. قلت له رجعني للدار. أو من حقك. شعت الدار. حبش كوني تمني كاملة. عندك الحق. ليلى ما عندك حق. ليلى توا خلينا توا نمشيو للجديد. والدنيا نتاعك والمسرح وانت عاد مرات مسرح عظيمه يا خويا من منذ ولا منذ زمان تخدم في المسرح وقول مراه لخدمه الوان وومن شو تو تحكي لنا على الخدمه الجديده عاد هذه اللي ان شاء الله باش نشوفوك فيها وباش نجيو ونشجعوا باش نقعدوا في الصفوف الاولى الاولى حتى تستدعانا. لا لا لسه انا نستدعى روحي لازم كيما الفيراج كيما الفيراج لا نقلبها الدنيا وكيما لازم التصوير عندهم عندهم لولا يا ولدي شريف انا لولا عملهم لا توا مثال مثال ولدي انا شريفه 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 انا تو نقلبها الدنيا ليه انا انت شريفه 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 هي ما حتى التو انا شريفه ياسر عاد هذه الدقه من المسرح هاي غريبه ليلى خلينا نحكيوا على جديدك طبعا اي تفضلي احكي لنا با هو سيت ان سبيكتاكل كالعاده معناها نخدموا بالكيف انا يضحكوا عليا خاطر يقولوا نخدم بالكيف يقولوا لي مالك كيفاش تعيش تو تخدم بالكيف تو تو شريفه انا لحد الان شريف الحمد لله عندي 5 سنين شريفه عفيفه اي ونظيف انا نظيف هاو في بالك نصحك ما تستدعاش خلينا خلينا نرجع معك ليلى مسرحيه حنان شقراني هذه وما لا لا ما انا ما اي لكن كلمه تونسيه تتقال كلمه تونسيه اي ماهوش نحييهم زميلتي لكن مثل تونسي هذا فهمت كيما ملا ملا كي قرملا هذاك علاش ملا امثل عنا بصراحه اسمه ملا لول ملا لول لا لا شنو نرجع معك شوي اخر لكن من تو باش نسمعوا الاخبار باش نسمعوا الاخبار ونرجعوا لكم يلا ان بو دو سيريو يلا